بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أي ينقادوا لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم، أي من اليهود والنصارى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة، كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى عليه السلام رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى عليه السلام: يا موسى، قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى، فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى عليه السلام إلى ربه تعالى فقال: نعم، مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتوا الطور، فلما غشيهم الغمام السحاب أمرهم موسى عليه السلام أن يسجدوا، فوقعوا سجودا، وكلمه ربه تعالى فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل. فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به، وقالوا حين قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم، فهم الذين عنى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الكفر والعناد.
وقال السدي رحمه الله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. قال: هي التوراة حرفوها، أي غيروا المعنى. وهذا الذي ذكره السدي رحمه الله أعم مما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وابن إسحاق رحمه الله، وإن كان قد اختاره ابن جرير رحمه الله لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه، كما سمعه الكليم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله مبلغا إليه. ولهذا قال قتادة رحمه الله في قوله: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه، نعوذ بالله. وقال مجاهد رحمه الله: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم، أي من اليهود. وقال أبو العالية رحمه الله: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فحرفوه عن مواضعه، حرفوا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام حسدا وبغضا. وقال السدي رحمه الله: وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب رحمه الله: قال ابن زيد رحمه الله في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما، والحرام فيها حلالا، والحق فيها باطلا، والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب، فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء، أمروه بالحق. فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فعلينا أن نحذر، فالله عذرنا عنهم. وقوله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثنا محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاص، يقولون أنه أرسل إليكم وهم لا يؤمنون به، وهذا كفر وعناد، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدث العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم، يعني كانوا يقولون قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام: قرب بعث نبي آخر هذا الزمان، نبينا، قالوا يعلمون أنه يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث كذبوا وكفروا والعياذ بالله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي تقرون بأنه نبي، وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا، اجحدوه ولا تقروا به،
نعوذ بالله. يقول الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله يعلم كذبهم وكفرهم، نعوذ بالله. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني المنافقين من اليهود، كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا. وقال السدي رحمه الله: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، والعياذ بالله. وكذا قال الربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله وغير واحد من السلف والخلف، حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن، لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن. فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا آمنا، واكفروا إذا رجعتم إلينا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. اذهبوا فقولوا آمنا، واكفروا إذا رجعتم إلينا. أعوذ بالله. فكانوا يأتون المدينة بالبكر أي الصباح، ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. يريدون أن يشككوا المسلمين ولم يفعلوا شيء، فالحق واضح والحمد لله. وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون، ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، فإذا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم، فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون، فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ وقال أبو العالية رحمه الله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أي من صفاته. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ قال: كانوا يقولون سيكون نبي، يعني يعلمون بما في التوراة، فخلى بعضهم إلى بعض فقالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني يمنعون بالإقرار بالنبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قول آخر في المراد بالفتح، قال ابن جريج رحمه الله: حدثنا القاسم ابن أبي بزة عن مجاهد رحمهم الله في قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. قريظة طائفة من اليهود. قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم، فقال: يا إخوان القردة والخنازير، ويا عبدة الطاغوت. فقالوا: من أخبر بهذا؟ من أخبر بهذا الأمر محمدًا صلى الله عليه وسلم؟ ما خرج هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد رحمه الله: هذا حين أرسل إليهم عليًا رضي الله عنه فآذوا محمدًا صلى الله عليه وسلم. وقال السدي رحمه الله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم؟ هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به. فقال بعضهم لبعض:
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب؟ ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري رحمه الله: هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليكم مما في كتابكم، فيحاجوكم به عند ربكم فيخصمونكم، أي يغلبونكم. وقوله: أولا يعلمون، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالله عز وجل يعلم كل شيء ويعلم ما في الصدور. قال أبو العالية رحمه الله: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهو يجدونه مكتوبا عندهم. وكذا قال قتادة رحمه الله. وقال الحسن البصري وقال الحسن رحمه الله: أن الله يعلم ما يسرون، قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلا بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم، خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم. وما يعلنون، يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا. وكذا قال أبو العالية والربيع وقتادة رحمهم الله. فاليهود جحدوا وكتموا، نعوذ بالله من الكفر والعناد. قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب. قاله مجاهد رحمه الله: والأميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب. قاله أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد رحمهم الله، وهو ظاهر، يعني كان منهم من اليهود من لا يعلمون شيئاً، لا يحسنون الكتاب ولا يعلمون، وهو ظاهر في قوله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يدرون ما فيه. ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لأنه لم يكن يحسن الكتاب، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، فأرسله الله بالرسالة وأنزل عليه القرآن العظيم صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تارة 30 وتارة 29، وهكذا الحديث، أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير رحمه الله: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. قال: وقد روي عن ابن عباس
رضي الله عنهما قول خلاف هذا، وهو ما حدثنا به أبو كُريب. حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومنهم أميون، قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله. وقال: قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم، ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ثم قال ابن جرير رحمه الله: وهذا التأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم، وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب. قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الإسناد نظر، يعني فيه ضعف، والله أعلم. قوله تعالى: إلا أماني، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أماني إلا أحاديث، يعني هم لا يعرفون الكتاب، إنما يأخذون أقوال الكذبة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا أماني، يقول إلا قولا يقولونه بأفواههم كذبا. وقال مجاهد رحمه الله: إلا كذبا، أماني أي كذبا. وقال سنيد رحمه الله عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد رحمهم الله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال: أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا، وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من كتاب الله أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري رحمه الله نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة رحمهم الله: إلا أماني يتمنون على الله ما ليس لهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: إلا أماني، قال: تمنوا، فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم. قال ابن جرير رحمه الله: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول مجاهد رحمه الله: إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزل الله على موسى عليه السلام شيئا، ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الباطل كذبا وزورا. والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرسه. ومنه خبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون ولا يدرون ما فيه، وهم يجحدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد رحمه الله: وإنهم إلا يظنون يكذبون. وقال قتادة وأبو العالية والربيع رحمهم الله: يظنون الظنون بغير الحق. وقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل. والويل الهلاك والدمار، وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض رحمهم الله: سمعت أبا عياض يقول: ويل صديد في أصل جهنم،
ما يخرج من الجراحات والعياذ بالله. وقال عطاء بن يسار رحمه الله: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت أي لذابت، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. ورواه الترمذي رحمه الله عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة أي سبب الضعف ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر والله أعلم، يعني سنده فيه ضعف وهو منكر ليس بصحيح. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن الصالح العشيري، حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال: الويل جبل في النار، وهو الذي أنزل فيه اليهود لأنهم حرفوا التوراة، زادوا فيها ما أحبوا، ومحوا منها ما يكرهون، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة، ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة، فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وهذا غريب أيضا جدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الويل السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. وقال الأصمعي: الويل تفجع، والويل ترحم. وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفي معنى ويل ويح وويش وويه وويك وويب، يعني هذه كلمات في معنى واحد، ومنهم من فرق بينها. وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء. ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد. فويل الهلاك والعياذ بالله. وعن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال: هم أحبار اليهود أي علماء اليهود. وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهود. وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة رحمهم الله: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، قال: نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي رحمه الله: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا، نعوذ بالله. وقال الزهري رحمه الله: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث أخبار الله، أي آخر ما نزل، تقرؤونه محضاً أي خالصاً لم يشب
أي لم يخلط. وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. رواه البخاري رحمه الله من طرق عن الزهري رحمه الله. فالله أغنانا بالقرآن العظيم وبسنة النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، الدنيا بما فيها قليل. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت أي الحرام، كما قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: فويل لهم، يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول مما يأكلون به الناس السفلة الجهلة وغيرهم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها، فرد الله عليهم ذلك بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي بذلك فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف وعده، ولكن هذا ما جرى ولا كان، ولهذا أتى بأم التي بمعنى بل، أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه، كذبوا على الله. قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن سيف بن سليمان عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون: هذه الدنيا 7000 سنة، وهذا رجم بالغيب، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة. فأنزل الله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالدون، كذبوا على الله. ثم رواه عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا 40 ليلة، زاد غيره: هي مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة رحمهم الله. وقال الضحاك رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوبا أن ما بين طرفي جهنم مسيرة 40 سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم. وقال أعداء الله: إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. فذلك قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني الأيام التي عبدنا فيها العجل. وقال عكرمة رحمه الله: خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن ندخل النار إلا 40 ليلة، وسيخلفنا إليها قوم آخرون، يعنون محمدًا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم: بل أنتم خالدون
مخلدون لا يخلفكم إليها أحد. فأنزل الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال الحافظ أبو بكر ابن مردويه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا محمد بن محمد بن صخر، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، حدثنا ليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر، لما فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان من اليهود هاهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. ثم قال لهم: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك. لا شك أنه رسول الله حفظه الله ما ضره السم، الحمد لله. ورواه أحمد والبخاري والنسائي رحمهم الله من حديث الليث بن سعد بنحوه: ذراع الشاة تكلمت وأخبرت أن فيها سم، فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، جنة الفردوس، برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون، بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة بل جميع عمله سيئات، فهذا من أهل النار. اللهم أجرنا من النار. والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات من العمل الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم برحمتك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلى من كسب سيئة، أي عمل مثل أعمالكم، وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره، فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشرك. وأحاطت به خطيئته، أي الشرك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن أبي وائل وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة
والربيع بن أنس رحمهم الله نحوه، لأن أعظم الجرائم الشرك. وقال الحسن رحمه الله أيضا، والسدي رحمه الله، السيئة الكبيرة من الكبائر. وقال ابن جريج رحمه الله عن مجاهد رحمه الله، وأحاطت به خطيئته، قال بقلبه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو وائل وعطاء والحسن رحمهم الله، وأحاطت به خطيئته، قالوا أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم رحمهم الله، وأحاطت به خطيئته، قال الذي يموت على خطايا من قبل أن يتوب. وعن السدي وأبي رزين رحمهم الله نحوه. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن رحمهم الله في رواية عنهما، وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله، وأحاطت به خطيئته الكبيرة الموجبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، والله أعلم. ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عمرو بن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني صغائر الذنوب، احذروا صغائر الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. الصغائر إذا اجتمعت تهلك الإنسان، فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي صغائر الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، كمثل قوم نزلوا بأرض فلات، فحضر صنيع القوم، أي طبخ الطعام، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. هكذا الصغائر تجتمع فتهلك العبد. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، فعلينا أن نحذر الذنوب. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله، لا انقطاع له أبدا. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر، وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله وأعرضوا قصداً وعمداً، وهم يعرفون ويذكرونه، فأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له. لا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا عليه جل جلاله. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين، كما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي الصحيحين رحمهما الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً قال: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم أدناك أدناك. فبر الوالدين وصلة الأرحام من الواجبات، وحق الأم أشد، لأنها تحملت مشاق عظيمة، والوالد كذلك تحمل في طلب المعيشة مشاقًا عظيمة. فبر الوالدين من أفضل الأعمال بعد الإيمان، وكذلك صلة الأرحام. وقوله تعالى: لا تعبدون إلا الله، قال الزمخشري: خبر بمعنى الطلب، وهو آكد، وقيل كان أصله أن لا تعبدوا كما قرأها بعض السلف، فحذفت أن فارتفع، وحكي عن أبي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرآها لا تعبدوا إلا الله. وقيل لا تعبدون مرفوع على أنه قسم، أي والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبي رحمه الله في تفسيره عن سيبويه، وقال اختاره المبرد والكسائي والفراء. قال: واليتامى وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء، اليتيم الذي مات أبوه. وقال أهل اللغة: اليتيم من في بني آدم من الآباء، وفي البهائم من الأم. أما الحيوانات إذا ماتت أمهم يسمى يتيم. وحكى الماوردي رحمه الله أن اليتيم أطلق في بني آدم من الأم أيضا، والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. وسيأتي الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحا في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، أي كلموهم طيبا ولينوا لهم جانبا. وقولوا للناس حسنا، أي كلموا الناس بكلام طيب ولينوا لهم جانبا ولا تتكبروا. ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، كما قال الحسن البصري رحمه الله في قوله: وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا، كما قال الله: وهو كل خلق حسن رضيه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح، حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني
عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق. لا تحتقر شيئا من الخير، اعمل الخير ولو كان يسيرا، وإذا لم تجد فإذا لقيت أخاك المسلم إلقه بوجه منبسط بخلق حسن يأجرك الله جل جلاله. وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه، والترمذي رحمه الله وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح ابن رستم به رحمه الله. وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. وقد أمر تعالى هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجلب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن النقول الغريبة ها هنا ما ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي، حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة عن أسد بن وداعة أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه، فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني؟ فقال: إن الله يقول: وقولوا للناس حسنا، وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني نحوه، قلت: وقد ثبت في السنة أنهم لا يبدأون بالسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، لأن السلام دعاء لا يستحقه إلا المسلم، فلا يجوز السلام على اليهود والنصارى والكفار. قال المعلق: أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة
يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول تبارك وتعالى منكرًا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وكانت وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، كانوا في الجاهلية مشركين، ولكن هداهم الله ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بينهم حروب كثيرة بين اليهود والنصارى والأوس والخزرج. وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليه في دينه ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارة، يعني إذا أسر أحد يفكونه من الفريق المغلوب عملاً بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجهم من منزله ولا يظاهر عليه، أي يعاون عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.